Omar Al Sherif, Learning and Development Team in one of the public sector bank. البانل بتاع مستر شريف البحيري يعني لان هو بالنسبه لنا سيلبرتي جامد جدا فكلنا بنبقى مستنيينه خاصه زمايلنا كلنا اللي موجودين في الجفرمنتال سيكتور احنا بنستناه جدا 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 غير الاس ام ايز بانل اللي حصلت الساعه 1 كانت فيري بينيفيشال مينا بالنسبه لي انسبيريشنال سبيكر فكان دايما بحط عيني عليه كل شويه وهو بيتكلم علشان هو لسه جاي من بره ولسه كان في سفريه لسه جاي بيها فكنت عايز اخد الاكسبوجر اللي هو ايه الجديد بالنسبه لنا فمينا بالنسبه لي كان حد كويس جدا ان انا اسمع منه طبعا احنا بنتكلم على الفينتك والبلوك تشين والحاجات بتاعتنا دي فخلاص انا متاكد ان مصر او البانكينج سيكتور كلها هت جو ثرو ذس رود او الباث ده بشكل هيفلي جدا انجيجد علشان كمان مصر كلها ماشيه في الكاردلس ترانزاكشنز فاحنا هنمشي بالطريقه دي والكرنسيز والديجيتال كرنسيز الحاجات دي انا كنت فاكر ان هي هتبقى بانلز عاديه بيتكلموا اللي هو احنا جايين يا جماعه ندي بس حاجات كراش بريف حاجات بسيطه الكلام ايه لا الناس بتشارك وبتديك ديبلي في كل التفاصيل كلها كنت مبسوط جدا جدا بحضوري واللي انا خارج بالباي ان كويس جدا